والاكل يقول لك مخبوط بغاز، يعني حتى الحيوان ما يقدر ياكله. التمن مخبوط بغاز والله. فاحنا نستدل نطالب حقوق الانسان، تزورنا هنا نقدم شكاوى ونرفع. يعني ما حد يوصل لنا. محمد اذا تسمعني. حينا سمعتها. حيا. السلام عليكم. عليكم السلام محمد. الو اسمعك. انا اتصل من سجن بغداد مركز ابو غريب. حياك محمد. بس عندنا شكوى ضد ضباط خفر، ضد ضباط الخفر هنا على التعذيب اللي عذبونا. اي ضباط الخفر؟ ضباط خفر ما عندنا شكوى لا على مدير استاذ نوفل ولا على مدير الثقيله استاذ غسان. يعني هم هذول ما متواجدين جوا بالقواطع السجنيه ويشوفون. طيب محمد. التعذيب الجاي. عينك. ضباط الخفر دي يعذبوكم انتو كم شخص بالضبط دي يعذبوكم؟ انت ما عندك شكوى على المدير زين، يعني تخافون تشتكوا؟ ما عندنا شكوى على المدير ولا على المعاون. تمام. شكوتنا عن ضباط خفر لان هم الجو اللي يستغلونه يستغلونه بفلوس. ومن يكبر عندنا انواع موبايل وشين كارت او شيء اذا ما ندفع فلوس يعذبونه. تمام. الموبايل لك الظهور المدير مبلغهم ترفع بيكتب ترفع للعامه والعامه هي تحاسب ويانا. طلعنا ضباط الخفر والشؤون يعذبون فينا ساعه ساعتين تنطي فلوس يعوفك. ايش قد تنطوهم؟ ما تنطي فلوس عمي ماكو ما يجيك الباب اذا مو فلوس 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 يعني الموبايل واحد اهله يجيبوا له 300,000 نعدل 150 ضباط خفر يعني هذا الموبايل تتصور عندنا هيك مره بيصير مثلا يموت بس فلوس هنا احنا يستخدمون بالشارع يجيبوها لهم للضباط خفار مو هنا عندنا الجوع والعطش المي حتى المي بيعوننا بس مره خفت عيوني. الو اسمعك محمد. عين الست بس مره خفت هذا الموبايل من كبر عندنا. اي كبرك بالزنزانه ما ينقلك يقول لك كبر الموبايل ما ينقلك ياخذ زي 150 بعد ما يكتلك ويعذبك وهو بايع لك الموبايل نفسه. يرجع بيك يطلع بيك كشف للعامة. عمود يحجرك يرجع ياخذ يمك 500,000 عمود يحجرك كشف ما يحجروك. يعني الموبايل نشتريه احنا هذا الصرصور هو قيمته هذا تغير قيمته 15,000 بالشارع. نعم. نشتريه ب 400,000. يرجع ياخذ 150 بدون على النقلة، يرجع ياخذ 500 يصير علينا مليون الموبايل. زين محمد. عين الست. سامعي. اعطيهم الاسماء، اعطيني اسماء يلا اعطيني. هواي ضباط خفر يعني عندنا خفارات يعني هي اذتنا. واكو امور طائفيه ست يعني جاي يدورون هنا امور طائفيه. يعني ست اذا هو ست يعني اذا هو يطبق على واحد لابس عسكري يطبق عليه يعني اذا هو يعني 24 ساعه في المنطقه ودايح فيها بالشوارع. ست اذا هو من الغربيه واحنا من الجنوب يأذينا. ايه. ونفس الحال اذا واحد من الفرات الوسط ومن جنوب ضابط وشفنا واحد من الغربيه يأذي بالعكس. يعني جاي يتعاملون على امور طائفيه. زين انطيني الضباط اسمائهم محمد. ضباط خطر وضباط الشؤون يعني هاي الامر لا يتدخل به. طيب. هذا الامر لا يتدخل به الامن الوطني جاي. انطيني اسمائهم. الله يساعد الزيت مال مي ست الزيت بخمس دولارات يعوننا. الكارت ابو الخمسه. عندنا ضباط خطر. نعم. ضابط بالشؤون استاذ ميتم استاذ ميتم ضابط بالشؤون. تمام. ومدير ضباط خفر عند ضابط الشعله عياد ابو غرير عياد من ابو غرير واستاذ عبد القادر. ضابط خفر. تمام. هواي هواي شغلات ست هواي يعني هم نعرف اسمائهم احنا 30 ضابط خفر احنا ما نعرف اسمائهم. اذا بس ذولا بالنسبه لنا اذونا. اذوكم. تمام. بس نرجع ست ونقول لك احنا المدير ما شاف لي ما شغله مزينه احنا بنتبدل المدير هذا مدير جديد عمي المدير نوفل زين نوفل يعني المدير مدير سجن بغداد المركزي نعم ست بنبدل وياه فرغش ذاك المدير هذا جديد صار شهرين ثلاثه ايه
هواي امور تحسنت يعني قال ما اكبر بوس جنا ما لكم علاقه واكلكم زين تعذيب واكلكم يداوم المدير والمعاون محمد زين تعذيب وياخذون من عندكم فلوس فلوس كلها فلوس هنا كلها فلوس اكل الحيوانات ما تاكله والله التمن مخبوط بجاز والله احنا نسد نطالب حقوق الانسان تزورنا هنا نقدم شكاوي ونرفع يعني ما حد يوصل لنا ان شاء الله خلال هاليومين محمد انا اشكرك محمد خلال هاليومين يعني نداء الى الحكومه ونداء ايضا الى رئيس لجنه حقوق الانسان النيابيه النائب أرشد الصالحي هاي مناشدات من قبل سجن بغداد المركزي ضباط خفر وضباط الشؤون دي يعذبوهم ودي يأخذوهم من عندهم فلوس يعني حقوق الإنسان بالفعل ما موجودة خلي يروحون يشوفون السجناء شنو وضعهم يعني فوق ما هم أيضا متأذين وثاني شيء والأهم من عنده أنه دي يعاملوهم معاملات طائفية مثل ما سمعنا إذا من الجنوب أو المنطقة الغربية أو الوسط سيد دكتور أنس سمعت نعم سمعت سجن بغداد المركزي ما عندهم شكوى هو على المدير صار شهرين أو ثلاثة لكن ضباط الخفر وضباط الشؤون اللي موجودين تعذيب وفلوس دا يأخذوا من عندهم والأكل يقول لك مخبوط بغاز يعني حتى الحيوان ما يقدر يأكله